حين يكون انتماؤك للوطن يكون تعبيرك عن كافة فئاته وتنظيماته، ذلك ما جعل الشعر يكون حاضرا في معترك الأحداث الوطنية، يجعل الحرف ينطق معبرا عما يفعله العدوان بالوطن. نسيت ان اسمك مؤنث باعتقاد على رجال النحل منهود موهود، اذا سعود رجال فهم دي سعود، فهل جدتي رجال يا عم سعود؟ لا يقل الشعر فتكا عن الرصاص، فقديما كان الشعر مقرونا بالحرب. اليمانيون يستحضرون أمجاد أسلافهم ويواجهون قصف الطائرات بالكلمة. في المحويت نظمت صباحية شعرية في مواجهة العدوان السعودي، استعرض الشعراء فيها بسالة أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ودورهم في الذود عن الوطن رغم المآسي والجراح التي خلفها العدوان. قد ارتدى ثوب الشرف واحتزم والموت في يمنه شعاره حافي حافي وواقف مثل شامخ أشم، حافي وواقف مثل شامخ أشم والصخر في قبضة سامه. فكم مثيلة، فكم مثيلة في يمننا، وكم في شعبنا شعب النمارة. قد جوك يا من كنت راعي الغنم، قد جوك يا من كنت راعي الغنم، كلا أتى ياخذ بثاره. فكم سفكت أرواح، فكم زهقت أرواح وأسفكت دم في كل قرية بل وحارة، وأنت وحلك ما تساووا قدم، وأنت وأهلك ما تساووا قدم، جندي يدافع عن دياره. لا يزال العدوان السعودي يمعن في مسلسله الدموي وحصاره الجوي والبري والبحري الذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء، فأبرز اليمانيون سلاحهم لردع هذا العدوان ونقل صورته بالشعر بقوله: وصباحكم تشكى الذي أبكى، حلف الغزاة دماء دكهم دكا، تشكى الذي ويله أنكى تعجرفهم، وبالغرور وبالمأجور قد فتك، صرعى وجرحى وأشلاء مبعثرة كأنه الثأر للستر الذي هتك. تأييد ربي بجرح الليل أرسله، ونصرة ونصرة للدم المظلوم إذ سفك، صوت العذاب من الجبال باغتهم ليلا فبات عدو الله مرتبكا. أحفاد من عادوك يا طه ولم يرعوا حقوق قرابة وإخائي عادوا إلينا من جديد، بعد أن لبسوا ثياب الدين للإغراء. آل السعود اليوم، آل السعود اليوم شنوا حربهم ضد اليمانيين دون حياء، قصفوا المنازل في المدائن والقرى، منعوا غذائي، حاصروا أجوائي، لم يرحموا طفلا ولا أما ولا شجرا ولا حجرا بلا استثناء، خدم لأمريكا وإسرائيل مذ خلقوا وهم في زمرة العملاء. حربا شعرية لمواجهة آلة العدوان السعودي يسطرها اليمانيون أدبا للأجيال القادمة، فلن يستطع العدوان السعودي محو الأدب ومقوماته وركائزه، كونه يمثل هوية اليمني المدافع عن كرامة وطنه الذي يمتلك إرثا حضاريا قادرا على مواجهة كل التحديات. فالإبداع اليماني في الميدان يوازيه الإبداع الثقافي سردا وشعرا، ففعل الإبداع اليمني لا يتراجع ولا ينحسر، فقريحة الشعراء كالبركان تدك مسامع دول العدوان. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم.